السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر الخلاصة. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة 22 من البداية يوم الجمعة 12/2/2021 حتى هذا اليوم الأحد 14/2/2021. إنتر ميلان يهزم لاتسيو بثلاثية قوية وتألق الرجل الطيب اللي اسمه روميلو لوكاكو، ويصعد انتر ميلان على صدارة ترتيب جدول الدوري الايطالي بكل المباريات، يعني متساوي مع ميلان في عدد المباريات، ويوفنتوس بعيد كده كده. يعني دلوقتي انتر ميلان ما بقالوش غير البطولة الحلوة دي، لو قدر يكمل هياخدها، ما قدرش بقى يبقى خرج صفر من كل البطولات. هنشوف هيحصل ايه. متابعينا الكرام، لو اول مره تزور في القناه انت تشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار طبعا. يعني طيب، بدأت الجولة الثانية والعشرين الجمعة 12/2/2021 بتعادل بولينيا أمام بنفينتو 1-1. السبت 13/2/2021 تورينو تعادل سلبيا أمام جينوا 0-0. نابولي هزم يوفنتوس 1-0. سيبيزيا هزم ميلان 2-0. أما اليوم الأحد 14/2/2021 روما فاز على أودينيزي 3-0، أحرز الأهداف جوردان فريتو في الدقيقة 5، وفي من ضربة جزاء جوردان فريتو في الدقيقة 25، واللاعب بيدرو رودريغيز يحرز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني. أتلانتا فاز على كالياري 1-0، أحرز الهدف اللاعب موريايل في الدقيقة 90، يعني خلاص كان هيطلع 0-0 قدر يحرز الهدف الفوز لأتلانتا. سامبدوريا فاز على فيورنتينا 2-1. ساسولو فاز على كوروتوني 2-1، وتعالى بقى الإنتر ميلان وفاز على لاتسيو 3-1. دلوقتي دي اعتقد مش عارف باني كده دي اخر مباراه لاتسيو قبل دور الابطال. هل بعد الخساره دي هيعرف يواجه بايرن ميونخ؟ حد يقول لي هيعرف يواجه بايرن ميونخ؟ لاتسيو هيعرف يلعب قدام بايرن ميونخ اصلا قبل الماتش ده كان هيعرف؟ دلوقتي خلاص اعتقد كده خلاص. انتر ميلان فاز على لاتسيو 3-1، احرز هدف انتر ميلان روميلو لوكاكو من ضربه جزاء في الدقيقه 22، روميلو لوكاكو في الدقيقه 45، ولوتارو مارتينيز في الدقيقه 64. هدف لاتسيو جاء عن طريق جونزالو اسكالانتي في الدقيقة 61. طيب هنشوف بقى ترتيب فرق الدوري الإيطالي، ولكن في مباراة بكرة بإذن الله أمام هيلاس فيرونا أمام بارما في آخر مباراة في جدول الدوري الإيطالي في الجولة 22. خلينا نشوف ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم. في صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي طبعا إنتر ميلان بقى في الصدارة في المركز الأول ب 50 نقطة. صدقني أنا لا فرحان ولا حزين، أنا بعلق فقط، أنا ما بشجعش أي حد في الدوري الإيطالي، خليك عارف المعلومة دي. انتر ميلان في الصدارة ب 50 نقطة من 22 مباراة، ميلان في المركز الثاني ب 49 نقطة من 22 مباراة، روما في المركز الثالث ب 43 نقطة، يوفنتوس في المركز الرابع ب 42 نقطة من 21 مباراة، نابولي في المركز الخامس ب 40 نقطة من 21 مباراة، أتلانتا في المركز السادس ب 40 نقطة، لاتسيو في المركز السابع ب 40 نقطة، ساسولو في المركز الثامن ب 34 نقطة، هيلاس فيرونا على المركز التاسع ب 30 نقطة ولسه ما لعبش مباراته، سامبدوريا في المركز العاشر ب 30 نقطة، جينوا في المركز الحادي عشر ب 25 نقطة، بولونيا في المركز الثاني عشر ب 24 نقطة، سيبيزيا في المركز الثالث عشر ب 24 نقطة، أودونيزي المركز الرابع عشر ب 24 نقطة، بنفينتو في المركز الخامس عشر ب 24 نقطة، فيورنتينا في المركز السادس عشر ب 22 نقطة، تورينو المركز السابع عشر ب 17 نقطة، كالياري في المركز الثامن عشر ب 15 نقطة، بارما في المركز التاسع عشر ب 13 نقطة من 21 مباراة، كروتوني في المركز العشرين والأخير ب 12 نقطة. خلينا نتعرف الآن على ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد انتهاء مباريات اليوم، لسه فاضل المباراه في الجوله 22. الدون كريستيانو رونالدو في صداره الهدافين في المركز الاول لاعب يوفنتوس ب 16 هدف، ويتساوى معه الرجل الطيب الاسمراني روميلو لوكاكو لاعب انتر ميلان، والله مش عنصريه انا بحب الرجل الطيب ده، روميلو لوكاكو لاعب انتر ميلان ايضا متصدر ب 16 هدف. في المركز الثاني تشيرو موبيلي لاعب لاتسيو ب 14 هدف، وابراهيموفيتش السلطان لاعب ميلان ب 14 هدف ايضا، وفي المركز الثالث اللاعب موريال لاعب اتلانتا ب 13 هدف، واندريا بلوتي في المركز الرابع لاعب تورينو ب 11 هدف، وجواو بيدرو لاعب كالياري، ولوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان في المركز الخامس، لورينزو انسين لاعب نابولي ب 10 اهداف، في المركز السادس فرانشيسكو كابوتو لاعب ساسولو 9 اهداف، وهيرفن غلوزانو لاعب نابولي، ومختريان لاعب روما، وجوردان فريتو لاعب روما، وماتيا ديسترو لاعب جنوا، وايضا زولا لاعب سيبيزيا. خلينا نتعرف على ترتيب صناع الاهداف. في صدارة صناعة الأهداف اللاعب تشالهان أوغلو لاعب ميلان في المركز الأول صنع 8 أهداف، في المركز الأول أيضا مختريال لاعب روما صنع 8 أهداف، في المركز الثاني ألفارو مراتا لاعب يوفنتوس صنع 7 أهداف، وسيرجاي زافيتش لاعب لاتسيو، وفي المركز الثالث اللاعب إدريس مارتينيز لاعب نابولي صنع 6 أهداف.
ومارسيلو بروزوفيتش لاعب انتر ميلان ايضا في المركز الثالث بصنع 6 اهداف. المركز الرابع اندريا بيلوتي لاعب تورينو صنع 5 اهداف، وانطونيو كاندريفا لاعب سامبدوريا، واليكس سانشيز لاعب انتر ميلان، وكوادرادو لاعب يوفنتوس، ويوسيب اليتشيتش لاعب اتلانتا، ولورينزو بلغريني لاعب روما، وماتيا زاكيني لاعب هيلاس فيرونا. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه الاخر خلاص. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.